أسماء أزرو الأخصائية الحمية والتغذية، اليوم غادي نتعرفوا معها على شنو هي الحاجيات اليومية الغذائية للأطفال من عام حتى العامين. أهلا أسماء. أهلا سناء. من عام حتى العامين الأطفال في هذا السن هذا تيكون عندهم واحد القابلية أنهم يأكلوا، يعني توسعوا في الأغذية والأنواع ديال الأغذية اللي تعودوا أنهم يأكلوها. كانوا اللي ونزيدوا لهم بعض الأغذية اللي كنا تنقلوا أنه يحبد أننا نخليوها العام، مثلا بياض البيض، مثلا بعض الأنواع ديال الأسماك كان يصبح بإمكاننا أننا نبدأ نعطوها في هذا السن هذا. كان بدأوا أيضا يعني الطفل كيبقى عنده حاجيات خاصة، وبالتالي كان نبدأ نعطوها أيضا بعد الأنواع ديال الأغذية، وكنعودوه على بعض النكهات اللي جديدة يمكن في الأطباق المغربية ديالنا. كيصبح يمكن نعطوه يعني شوية ديال الكسكسو مع شوية ديال الخضرة، ندونو الفوليه مثلا نعطيه طريفات ديال الخضرة يشدها بيديه نعزلوها من الطبيسيل. ولكن هذا ما كيعنيش أن هذاك الدغيمات ولا القيمات اللي كنعطيوه نعطيوها للطفل خلال الأكل كتكون كافية، فكيخص دائما نوجدوا ليه بالإضافة لهذاك الشيء واحد الكميات ديال الأكل اللي هو كيبغيها واللي مازال أيضا ما دخلناهاش ليه في السن ديال قبل سنة. إذا كنديروا دائما واحد الجرد بالأغذية اللي دخلناها من 6 شهور حتى العام، وكنبداو نشوفوا شنو هي الأغذية اللي مازال ما دخلناهاش وكنبداو أيضا ندخلوها. فمثلا كيف ما قلنا بياض البيض، قلنا أيضا الأنواع ديال الأسماك، بعض أنواع أيضا حتى اللحوم كنعطيوها، مثلا نبداو نعطيوها كبيدة، نبداو نعطيوه يعني شويه من الكلاوي شويه من القلب نديرو ليه في صبة. كذلك نعطيوه ايضا حتى حبوب القمح يمكن نبداو نعطيوها، نبداو نعطيو ايضا شويه ديال يعني الحبوب بجميع انواعها. كذلك يمكن لينا نبداو نعطيو انواع ديال الخضار اخرى اللي كتكون موسميه، نبداو حتى هي ندخلوها. نبداو نعطيوه القطاني ايضا، علاش القطاني؟ مثلا نعطيوه العدس، نبداو نعطيوه ديسا غير في اول مره القطاني كامله تكون مسلوقه غير في الماء فقط، يعني ما نضيفوش ليها التوابل اللي موالفين اننا نضيفوها. نبدا واحد الشهر ولا المده الاولى كامله تقريبا كنعطيو فقط قطاني بدون توابل باش كنخليوه يذوق المذاق ديال القطاني بدون توابل، وكنعرفوا رده الفعل ديال الجهاز الهضمي ديالو هو تجاه هاد القطاني هادو، يعني باش ما يوقع لناش واحد الخلط. بعض المرات كيكونوا التوابل هما اللي مسؤولين يمكن على شويه ديال الوجيعات، شويه ديال يعني الاضطرابات في الجهاز الهضمي، فاحنا كنحيدوا التوابل وكنخليوه غير يعني من الافضل انه نقصوا من العطريه قدر الامكان، ونعطيو العدس مثلا هكا يكون خفيف ناقص من العطريه باش يذوقوا الطفل يعني من جهه. في اول مره غنعطيهم يعني القطاني غادي نعطيه ليه بدون اي يعني بدون مسلوق غير في الماء، ونعطيه ليه مع يمكن مع خضيره، مع يمكن مع داك الخضر الورقيه، زيت الزيتون مثلا، زيت الزيتون طبعا. نعطيه ليه ايضا مع البقوله مع الرجله، فهو كيكون يعني نحاول ندخل هذا القطاني مع الخضر، وتدريجيا نبدا نعطيه فقط غير القطاني، وتدريجيا نبقى نضيف ليها كميه قليله من التوابل. فمن عام حتى العامين كيخص الطفل يكون تعرف على جميع الانواع ديال الأغذية. يعني أهم خاصية هي التنويع من عام حتى العامين ديال الأغذية، يعني بين اللحوم بجميع أنواعها، بين الخضار بجميع أيضا بجميع أنواعها. نعودوه أيضا على أنه يتناول يعني الأغذية اللي هي صلبة، ما كنبقاوش في السن ديال سنة كيولي الطفل خاصو الأغذية اللي هي صلبة، يعني خاصو يتعلم يمضغ، خاصو يتعلم يعني بدي يعني يطور من عملية ديال المضغ، ويطور من العضلات اللي كتحيط بالفم. لان الغلط اللي تيقوموا به الامهات دائما كاين اللي كيبقى يعطي حتى السن ديال سنتين ديك الصبه في البيبرون، كيبقى دائما يعني من الرضاعه الطبيعيه البيبرون كيبقى دائما في عمليه المص، ما كيمشيش للمضغ، ما تيمشيش لعمليه المضغ، وهذا راه كيأثر يعني سلبا على بزاف ديال المسائل، يمكن حتى على الهضره، على الكلام، على العضلات. يعني كنقولوا ان سي لا فونكسيون كيف يعني لورغان، يعني الا ما استخدمش العضلات ديال الفم ديالو بطريقه جيده فكيكون هناك ضمور لهاد العضلات هذه، يمكن يكون لذلك مضاعفات فيما بعد.
إذا غادي نمشيو نجاوبوا على كل تساؤلات الأمهات اللي كنتوصلوا بها يوميا دائما للرقم 5080 اس ام اس من عند مريم من سلا. شكرا على كل هذه النصائح وسلامي لكم. الله يخليك. عندي بنتي عندها عام و8 شهور ولفت لها رضاعة طبيعية ومازال ما دخلش لها الماكلة وهي ما كتبغيش تاكل. نعم عام و8 شهور، فاحنا كنا يلاه كنتكلموا انه في السن ديال عام الفوق حتى العامين خصو يكون داق وتتعرف على جميع الاغذيه اللي كاينين وعلى جميع الفواكه ايضا. فهنايا السيده كيكون الغلط، يعني علاش ما عودنا الطفل كيبقى كيتعود؟ احيانا الام كتعجز كتكون بديهيه بالشغلات ديال الدار، كتيجيه الجوع الطفل كتقول واغير نرضعو دابا من بعد نطيب ليه، وكتبقى غدا على هاد المنوال. مني كطيب ليه يمكن هي كتعذب التحضير وفي التالي ما تيبغيش ياكل ليها، فهي كتحبط وكتصافي كتبقى تمشي دائما للسهل، الحل اللي هو اسهل واللي هو الرضاعه الطبيعيه. الرضاعه الطبيعيه مهمه جدا، ولكن في العمر ديال فوق 6 شهور ما كتبقاش كافيه بوحدها، كيولي خصنا نبداو نعودوه ونعطيوه الانواع الغذائيه الاخرى. بالنسبه للسائله غادي نصحوها انها تبدا تعطيه، يعني تعاود تعطيها تدريجيا هذيك الصوبه وزيد اللي ها الحليب فيها، يعني لا صوب مع الحليب ديك بكميه اللي هي مهمه، يكون الحليب غالب على الصوبه في البدء ديال الاب باش يلا تولفها، باش تولفها وتبقى تدريجيا وهي كتحاول تحيد. بقات ليها واحد الاشهر قليله باش توصل العامين، تحاول خلال هاد الاشهر تبدا تدخل ليه يعني الاغذيه الاخرين اللي تبدا يعني تعطيه فطور وغدا وعشاء، وكذلك ملي يجيه الجوع ما تعطيهش يرضع عاد يمشي ياكل. راه الرضاعه الطبيعيه كتشبعهم، وبالتالي خصنا تعطيه تخليه حتى يجوع مزيان وتعطيه تقدم له واحد الطبق ديال لابيغي ولا ديال الخضره ولا ديال الفاكهه باش هو يتشجع على الاكل ديالها. فالطفل ما غاديش ياكل الا ما كانش فيه جوع، ولا الا عطيتيه الا شبعتيه بالرضاعه الطبيعيه راه ما عمره ما غادي يبغي ياكل لك الاغذيه الاخرى. اس ام اس اخر من عند نهاد من فاس، الله يخليكم تمنى تجاوب على سؤالي. بنتي عندها عام ونص كتاكل مزيان، كنعطيها الماكله الخاصه بها، ودابا ولات كتبغي تاكل معنا الطاجين، كتبغي تاكل معنا المرقه، يعني في الوقيته ديال الغداء. ربما هذا التساؤل كيعاني منه بزاف ديال المستمعات، لانه كتكون غدا في واحد النظام كتوجد حويجات خاصين بالطفل ديالها، يعني الرضيع والطفل ديال عام عامين، ومن بعد ملي كيشوف يعني العائله والاسره مجموعين على المائده ديال الغداء ولا ديال العشاء، ف كتجي حتى هو داك الفتح الشهيه انه حتى هو يدوق هذاك الماكله اللي ياكل الجديده باش ياكل. فهنا في هذه الحاله هذه كنبداو نعطيو للطفل كميات قليله فقط كيدوق. مثلا درنا الطويجين كنعجلوا له خضيره ولا جوج وتنبداو نحاولوا ندوقوها ليه، نعطيه يدوق منها. ولا كنعزلوا ليه في طباسين صغير ونمعسوا ليه ديك الميكله، نعطيو طريف رطيطب ديال اللحم. فهاد الطريقه هذه ما فيها حتى شي مشكل، غير فقط في الا كنا غادي نعرفوا ان الطفل غيبدا يشاركنا المائده غنبداو نحاولوا نقصوا من التوابل، ونقصوا ايضا من التوابل اللي هي حاره، نقصوا من يعني الدهون اللي كثيره، وما نشاركوش الطفل ديالنا في الاكل ديال مثلا مقليات مشروبات غازيه. فراه هادشي اللي كيوقع، الطفل كيبدا يطلب الاكل من طابله وكيكونوا يمكن بعد الاغذيه اللي هي غير مناسبه، ومع ذلك كيعطيوها له، يعطيوه مثلا مشروبات غازيه. راه اول فاش تيبدا التعود ديال الطفل على مثلا المشروبات الغازيه هو ملي كتكون محطوطه في الطابله والطفل كيبغي ياخذها، مجرد ما كيدوقها كيولي دائما يطلبها لان المذاق ديالها حلو، وهكا يعني كنعلموه عادات اللي هي سلبيه. يعني النظام ديال الصحي ديال الطفل باش يتعود عليه حتى هو مرتبط بالنظام ديال الاسره ديال الاسره تماما. فاحنا ما كنجيبو حتى شي حاجه من برا، الطفل النظام اللي تعود عليه واللي متبعينه الاباء ديالو والاخوان ديالو في المنزل هو اللي غادي يتعود عليه غالبا، وهو اللي غادي يكون عنده ميل اكثر ليه. وبالتالي هاد الطفل ملي كنجلسوه معنا في الاكل المائده نحاولوا نطيبوا مسائل اللي هي صحيه وعصيرات اللي هي طبيعيه، نحطوا فواكه نحطوا خضر، ولا كانوا المقليات ما نعطيوهاش للطفل في هاد السن هذا لانها كيكون تكون صعيبه على الجسم ديالو انه يهضمها.
اخر اس ام اس من عند مستمعه كتقول ولدي عنده عام كيبغي بزاف البطاطا، يعني يكون صبي ياكلها يوميا ويوميا كيطلب انه نطيبها ليه، وملي كنعطيه شي حاجه معاها كيشبع وما كيكملش الماكله الاخرى، كيمشي غير البطاطا. هي عطات يعني الطريقه اللي كدير ليه، كتعطيه بيغي معوكا يعني مع الفرماج، عزيز عليه بزاف. وكل مره كدير شويه ديال الكفته، مره شويه ديال الكبده. نعم، فبالنسبه لهاد القضيه دي مزيان انه كيبغي ياكل بطاطا، ولكن الاساس في التغذيه ديال الطفل هو التنوع، اننا نوعوا ليه في التغذيه ديالو بحيث اننا نزيدوا جميع الاغذيه اللي نستغلوا، ندير واحد الحيله وهي اننا هاد لابوغي اللي كتعطيها للطفل تبدا تدخل فيها الخضار الاخرى، ندخلوا قريعه نحطوها بالنسبه اللي هي قليله ونكثروا البطاطا، وتدريجيا نبداو ندخلوا القرعه اكثر من البطاطا يعني، ولا نساويو بيناتهم عاوتاني نهار اخر ندخل ليه مثلا قريعه حمراء وهي غدا. فهذيك لا بيغي ديال البطاطا بهذيك الطريقه بهذا الشكل هذا غادي نخليو الطفل انه يتعود على هذا المذاق ديال الاغذيه الاخرى، نشجعوه باش انه ياكل اغذيه اخرى. فقط الا كل البطاطا ما نعطيوش، الا كان كياكل بطاطا يعني يوميا ما نكثروش ليه يعني من النشويات الاخرى بحال الارز بحال الخبز باش ما يتصابش يعني بالسمنه. نعم، شكرا لك أسماء زرو الأخصائية الحمية والتغذية على كل هذه النصائح اللي قدمتي لنا اليوم. نتلاقاو بك الحلقة المقبلة.